حسن الخلق لچندان فرمودی پیغمبر دعوت علی صلی الله علیه و سلام پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام ده فرمه ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا احاسنكم اخلاقا فرمه لهموتان خوشويستر بلای منو ولهموتان منزلكين زيكتر لمن ولا بهشت اوتانا روشتي لهموتان جوانترا نيفرمو اوتانا نويشي لهموتان زياترا تار وشت برستر بي لاي بيغمبري خوا خوشويستري عليه الصلاه والسلام وشويند لبهشت لو نزيكترا لفرمو دي اشتر دا بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرموي اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا لهمو ايمان داران ايمان تواوتر اويك اخلاقي تواوترا فمن فاقك في الادب فقد فاقك في الايمان والاسلام اويك لادب دا بيشت كوتوتوا للروش جواني دا بيشت كوتوتوا بخوال دينداري دا بيشت كوتوتوا مالا جا خو ما تشيه من نجم زياتره من قران خو نم زياتره ام حسن خلقي لتو زياتره لبيشتويا جاتو هروجي سنه بقرو نجي سنه بك بو بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمو ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إنسان بهوي روش تجوانا كي دقاتا بلاي برزي أو كسي شوانا خريجي شونيجا وبروجيش خريجي روجي سنة تو أوانا دنيا بلان بهوي حسني خلق قد قيش ديتا أوان بوي بيغمبري خواري صلى الله عليه وسلم إسلام وشاكي همو لحسني خلق داكو كردوتوا فالمي البر حسن الخلق شاكا تشيا شاكا حسن الخلق روش جوانية إنسان روش تي شوان بيت